ردود الفعل بقى في الشارع، يعني لان انت برضو عملتي الشخصيتين، في الاول كنت مع الارهاب ومع الاخوان، وبعدين بيحصل لك التحول، يعني قبل ما يحصل التحول الناس كان ردود الفعل تجاهك ايه؟ هي ما لحقتش قوي تبقى معاهم، لان هي بدات في ان ابنها مات، وطول الوقت هي عايزه جوزها يجي لها علشان تسافر ويعمل اللي هو قال عليه. ردود الافعال بقى انا بجد مخضوضه جدا. انا بشتغل من زمان قوي وعملت حاجات كتير قوي، بس الاختيار بالنسبه لي هو اول الطريق. يعني كل اللي فات ده كان بالنسبه لي امتحانات، سنين عدت من عمري بس ادتني قوه وخلتني في النهايه استوي لدرجه ان انا اعمل، يعني ابقى بعمل دور الناس في الشارع تقول لي بجد برافو عليكي، يعني لمستينا قوي. فانا بالنسبه لي الاختيار ما طلعنيش سلمه واحده، طلعني دور كامل. ايوه كمان لان العمل وطني وجميل ويعني وفي كتير تفاصيل يعني عاشها الفرد المصري، وانت مثلتيها بكل هذا الصدق. خلينا نشوف مقاطع من هذا الصراع الداخلي اللي عاشته البطلة بالخوف وبإحساسها انه هي بطلة، واحساسها انها هي محمية، واحساسها انه لازم تساعد بلدها، وبرضه احساسها انها بترجع للموت بإجريها. يلا نشوف. بعد ما الضابط حقق معاه جه عسكري وخدني من المكتب وخرج بيا زي ما دخلت بالظبط. بس وانا خارجه شفت ثلاث مدرعات زي اللي بنشوفهم في الكمائن، كانوا واقفين ورا البوابه من جوه. فاكره اسم الضابط؟ تقريبا كده خالد. يعني يا اخت اسراء، انت اثبتت نيتك السليمه في رغبتك في الجهاد معانا. المراه المسلمه مأمورة بالجهاد، ومش كل الجهاد لازم يكون سلاح وقتل ودماء، لا، في أدوار كتير ممكن تقومي بيها. عشان كده أنا اخترتك لنقل بعض الحاجات المهمة، لأن الجيش برغم طغيانهم إلا أنهم بيخشوا تفتيش النساء وتوقيفهم، لذلك هيكون انتقالك ونقلك أيسر وأسهل. وأنا تحت أمرك يا شيخنا، أنا وهبت نفسي للجهاد، واللي حضرتك هتأمرني بيه كله أنا هنفذه.